وتشهد العلاقات المصريه الروسيه نقله نوعيه وتطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعد مصر الشريك التجاري الاول لروسيا في افريقيا لا سيما مع زياده التعاون الاقتصادي بين القاهره وموسكو. علاقات اقتصاديه قويه تجمع مصر وروسيا. والتي شهدت نقلة نوعية وتطورا ملحوظا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا عام 2015 حيث تم تزليل كافة العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ثمانية أشهر الأولى من عام 2021 نحو ثلاثة مليارات دولار بزيادة تقدر 35% عن نفس الفترة من العام السابق مثلت مصر الشركه التجاري الاول لروسيا في افريقيا بنسبه تعادل 83% من حجم التجاره بين روسيا وافريقيا، كما تحصل مصر على نسبه 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربيه. وصل عدد الشركات الروسيه في مصر الى 467 شركه تعمل بمجالات مختلفه مثل البترول والغاز، كما ان المنطقه الصناعيه الروسيه في مصر يتوقع ان تضخ استثمارات بقيمه 7 مليار دولار. وتوفر 35,000 فرصة عمل. شهدت قيمة التجارة بين مصر وروسيا الاتحادية نموا بنسبة 13% خلال شهر يناير 2021 لتسجل نحو 369.18 مليون دولار في مقابل 327.171 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2020. لتستحوذ على 4.5% من إجمالي تجارة مصر خلال هذا الشهر. وصلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 356 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 26.5% في عام 2018 عن العام السابق له تتعاون مصر وروسيا في العديد من المشروعات التنمويه الهامه التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر من بينها مشروع انشاء محطه الضبعه للطاقه النوويه ومشروع المنطقه الصناعيه الروسيه بمحور قناه السويس كذلك التعاون في قطاعات الطاقه والنفط والغاز والمجال الزراعي ما يجعل العلاقات بين البلدين نموذجا للعلاقات القويه بين الدول